بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنكمل مراجعة complete the following sentences space is a type of barometers used to determine the possible day weather طبعا قلنا الباروميتر او البروميتر اللي هو يوزد to determine the possible day weather اسمه انيرويد وقلنا هنفتكره من اجهزة الاندرويد دلوقتي كلها بيبقى فيها برنامج طبعا لقياس الطقس أو فيها برنامج يعني بيوضح طقس اليوم وهكذا. يبقى طبعا هنقول أنيرويد while space is an instrument used to measure the altitude of aeroplanes أو of airplanes above the sea level طبعا altimeter. The coldest layer of the atmospheric envelope is called طبعا mesosphere while all weather phenomena are present in طبعا troposphere layer. When temperature of water becomes less than 4 degrees Celsius its density decreases while its volume increases Space is uh, an endangered bird طبعا ممكن نقول ibis bird او bald eagle uh, while space is an endangered mammal طبعا uh, banda bear او uh, rhinoceros uh, او uh, barbary sheep write uh, the scientific term the uh, addition of any substance to water which causes continuous gradual change in water perverts affecting the health and life of living organisms طبعا قلنا دي اسمها water pollution يعني تلوث المياه وهو اضافه اي ماده للماء هتسبب تغير تدريجي مستمر continuous gradual change تغير تدريجي مستمر في خصائص الماء مما يؤثر على حياه وصحه جميع الكائنات الحيه طبعا قلنا water pollution يعني تلوث المياه Uh, trapping of infrared radiation in troposphere due to the increase in the percentage of greenhouse gases طبعا قلنا دي ال greenhouse effect وهو احتباس يعني الإشعاعات تحت الحمراء في طبقة التروبوسفير وده نتيجة زيادة نسبة الغازات الدفيئة في التروبوسفير طبعا يبقى طبعا دي greenhouse effect the death of all members of species of living organisms طبعا دي الاكستنكشن الانقراض هو وفاه جميع افراد النوع الواحد من الكائنات الحيه uh, thinning of ozone layer above the south uh, pole uh, يعني وجود ثقب كده في طبقه الاوزون uh, فوق uh, القطب الجنوبي طبعا قلنا ده اسمه اوزون هول uh, problem uh, find the temperature at a point of height 10 uh, كيلومتر uh, طبعا اول ما نشوف هايت عندنا وادي بالكيلومتر خلاص ما احناش محتاجين نحول اول حاجه uh, اعملها على طول اول اول ما اشوف هايت اجيب ذا اماونت اوف change of تمبريتشر زي ما عملناها قبل كده طبعا هتبقى ايكوال الهايت تايمز 6.5 بس طبعا في الاول نكتب القانون نكتب هايت تايمز 6.5 وبالتالي هيبقى تايم ايكوال 10 تايمز 6.5 هيبقى ايكوال 65 ديجري سيلز ماشي احنا كده جبنا ذا اماونت اوف تشينج اوف تمبريتشر طب هو عايز نوجد التمبريتشر ات ا بوينت اوف هايت ابوف ذا سي ليفل وبعدين بيقول لنا اف ذا تمبريتشر ات ذا سي ليفل لو درجه الحراره عند مستوى سطح البحر يبقى ادي كده درجه الحراره عند مستوى سطح البحر وهو عايزنا نجيب درجه الحراره فوق ابوف او يعني ات ا بوينت ات هايت اوف 10 كيلومتر يبقى طول ما احنا طالعين قلنا درجة الحرارة بتقل يبقى هنقول the, uh, the temperature at the top equal uh, the temperature at the foot أو uh, at the sea level minus the amount of change of temperature فيبقى 24 minus 6.5 uh, sorry uh, minus uh, 65 طبعا هيبقى equal negative uh, 41 degree Celsius it shows the correct answer the element whose atomic number equals 18 طيب طالما الاتوميك نمبر بتاعه ايكوال 18 يبقى هنوزعه كده يبقى طبعا 2 8 8 وادي كي وال وام طبعا الاوتر موست انرجي ليفل از كومبليتلي فيلد وذ الكترون وبالتالي ده طبعا هيبقى انرت جاز وده هيبقى الارجون بقى من خلال الدراسه بتاعتنا السنه دي Uh, in the periodic table the elements which are similar in their chemical properties are uh, located in the same group طبعا قلنا ان هم حطوا ال elements اللي ليها نفس الخصائص الكيميائيه يعني في uh, نفس الجروب وقلنا uh, because they are similar in the number of electrons in the outermost energy level لان طبعا بيبقى ليهم نفس عدد الالكترونات في مستوى الطاقه الاخير Water has uh, طبعا نيوترال افكت on litmus paper ليها تأثير متعادل على uh, ورقة عباد الشمس. Uh, if water سوري uh, uh, in water electrolysis في تحليل الماء كهربيا if the volume of the evolved gas above the cathode طبعا الجاز اللي above the cathode طبعا بيبقى الهيدروجين على طول كده عشان uh, نبقى فاهمين uh, so the volume of the evolved gas above the anode طبعا اللي بيبقى على الانود الاكسجين. واحنا عارفين ان الاكسجين بيبقى هاف الهيدروجين وبالتالي طبعا هيبقى 4 كيوبك سنتيمتر لان هو قال الهيدروجين 8 يبقى الاكسجين طبعا هيبقى هاف الفوليوم اوف ذا هيدروجين هيبقى هاف ال 8 هيبقى equal 4 uh, you have three elements uh, x y and z Of atomic numbers 2, 9, and 12 respectively طبعا respectively يعني على الترتيب يعني الإكس ده هيبقى 2 والواي هيبقى 9 والزد هيبقى 12 ريت لو نكتبهم كده بقى عشان ما يحصلش لخبطه بعد كده وأدي طبعا الواي 9 وأدي الزد 12 تمام هو بقى بيقول determine their location in the modern periodic table حدد موقعهم في الجدول الدوري طبعا بقى سهل جدا يعني بالنسبه لنا X 2 اصلا فطبعا هيبقى انرجي ليفل واحد بس اللي هو كي وده هيبقى فيه تو الكترونز وبالتالي طبعا الانرجي ليفل كده ده بيبقى completely فيلد وذ تو الكترونز وبالتالي ده هيبقى من الانرت جاز اللي هو طبعا هو اصلا الهيليوم يعني اللي هو هيبقى موجودين في جروب 0 وطبعا عشان عندنا energy level 1 فيبقى period 1 جروب 0 او 18 عندنا بقى ال y9 طبعا هنوزع برضو ال9 كده هنلاقي بقى عندنا هيبقى k و l طبعا ال9 هيبقى 2 و 7 طبعا عندنا 2 انرجي ليفلز اللي هم كي والال فيبقى period 2 وطبعا جروب 7 اي or 17 عشان الاوتر موست انرجي ليفل فيه 7 الكترونز الزي بقى 12 طبعا هنوزع برضو هنا بقى هنلاقي بقى عندنا 2 8 2 عندنا 3 انرجي ليفلز وبالتالي طبعا طالما عندنا 3 انرجي ليفلز هيبقى period 3 طبعا جروب 2 اي او 2 آه لان ده طبعا الاوتر موست انرجي ليفل بتاعه كونتين تو الكترونز تمام هو بقى بيقول كالكوليت ذا اتوميك نمبر اوف ذا ايليمنت ويتش فولوز ايليمنت زي اللي هو اخر واحد ده ان ذا سيم جروب يعني اللي هيبقى تحته هنا الالمنت اللي بيالي اليمنت زد ان ذا سيم جروب يعني اللي هو هيبقى هنا كده تحت طب احنا عارفين ان احنا كل ما هننزل من بيريود للبيريود اللي تحتها هنفتح طبعا انرجي ليفل جديده ليه لان ده احنا قلنا في بيريود 3 فالاليمنت اللي هيبقى تحتيه هيبقى في بيريود 4 وطبعا طالما هو في نفس الجروب فالاوتر موست انرجي ليفل برده هيبقى 2 زي ما هو وطبعا عشان ده يتملي ب 2 يبقى اكيد اللي قبله بقوا بقى كومبليتلي فيل وبالتالي طبعا هيبقى الاتوميك نمبر بتاعه هيبقى 20 اه واحنا برضو خدناها ان احنا على طول لما بننزل من فوق لتحت اه بنزود 8 ما عدا بس في الحاله بتاعه الهيدروجين والليثيوم آه لما بننزل بس من الهيدروجين للليثيوم آه بنزود 2 لان طبعا هو انرجي ليفل واحد اللي هو هيبقى الكي يعني لكن كل الاليمنتس بعد كده لما بنيجي ننزل من المست من البيريود اللي فوق للبيريود اللي تحت بنزود 8 هو هو 12 هنزود 8 هيبقى 20 Uh, give an example of each of the following greenhouse gases طبعا خدنا examples كتير uh, carbon dioxide water vapor uh, methane uh, nitrous oxides uh, freons uh, وهكذا طبعا أشهرهم CO2 الكربون dioxide gas sample ecosystems تبعا the uh, desert الصحراء Uh, give reasons for the temperature at the top of a mountain is less than that at its foot. درجة الحرارة على قمة الجبل بتبقى uh, أقل من درجة الحرارة عند سفحه يعني عند مستوى سطح البحر. طبعا قلنا because in the troposphere layer uh, the temperature uh, decreases uh, as we uh, rises uh, up uh, by a uh, rate 6.5. For uh, each one uh, kilometer uh, above the uh, sea level. Uh, stop producing Concorde uh, aeroplanes. توقف انتاج طائرات الكونكورد طبعا بيكوز بيرنينج اوف اتس فيول برودووسز نيتروجين اوكسايدز ويتش از وان اوف ذا بوليوتانس اوف ذا اوزون جاز طبعا الاحتراق بتاع الوقود بتاعها او العادم بتاع الاحتراق الوقود بتاعها بيحتوي على النيتروجين اوكسايدز جاز وده طبعا من ملوثات طبقه الاوزون وان اوف ذا of the ozone layer uh, oil doesn't dissolve in water طبعا الزيت لا يذوب في الماء because it can't form uh, طبعا hydrogen bonds with water لانه لا يستطيع ان يعني يتشارك مع جزيئات الماء بهيدروجين بوند، أو لا يعني ما بيقدرش يعمل هيدروجين بوند مع جزيئات الماء، because it can't make hydrogen bonds between water molecules. وادي الحيتان is considered as the most important area in وادي الريان بروتكتوريت ليه وادي الحيتان يعتبر من أهم المناطق أو من أكثرهم أهمية في المحمية بتاعت وادي الريان طبعا هنقول because it contains a complete skeleton whales fossil 40 million years ago عشان بيحتوي على حفرية اللي احنا قلنا complete ويلز سكيلتون فوسل حفرية لهيكل عظمي كاملة لحيتان أو لحوت يعني uh, طبعا عمره أكثر من uh, 40 مليون uh, ييرز في عمره أكثر من 40 مليون سنة. Uh, correct the uh, underlined words. The angle between the two covalent bonds of water molecule ناخد بالنا بقى السؤال ده برضو أول مرة يجي وأول مرة نشوفه طبعا 104.5 خدنا إن الزاوية ما بين التو covalent bond بتوع الوتر طبعا إحنا عارفين إن الوتر عبارة عن واحدة أكسجين واثنين هيدروجين وقلنا طبعا إن دي يعني بت... الهيدروجين دي بتشارك الاكسجين دي ب1 والهيدروجين دي بتشارك الاكسجين دي ب وطبعا الاكسجين بقى بتشارك ب2 واحد مع الهيدروجين ده وواحد مع الهيدروجين ده وبالتالي ادي كده في تو كوفالنت بوندز اللي هو بتوين الهيدروجين ده والاكسجين بتوين الهيدروجين الثاني ده والاكسجين الانجل بقى اللي بتوين ذيم العلماء قاسوها لقوها 104.5 ديجري The ozone layer extends from, طبعا قلنا 20 to 40 kilometer above the sea level. Uh, pilots prefer to fly their uh, aeroplanes in the lower part of stratosphere. Uh, magnesium reacts with dilute uh, hydrochloric acid and hydrogen gas evolves. Uh, لو تفتكروا ال, ال uh, chemical equation اصلا كانت Mg uh, plus 2HCl. Uh, قلنا هيدينا MgCl2 plus H2 evolves يبقى هيدينا H2 اللي هو hydrogen gas evolves what is meant by the chemical activity series طبعا it is the arrangement of metals in a descending order according to their chemical activity هي ترتيب الفلزات أو ترتيب العناصر ترتيب تنازلي على حسب درجة نشاطها الكيميائي food web Uh, it is a group of food chain connected with each other uh, طبعا فود ويب يعني شبكه الغذاء وقلنا هي مجموعه من uh, سلاسل السلاسل الغذائيه المتصله ببعضها البعض يبقى it is a group of food chain uh, sorry it is a group of food chain uh, chains connected with each other Uh, complete the following sentences ده طبعاً سؤال سهل جداً the uh, ultraviolet radiation has طبعاً قلنا uh, chemical effect while infrared radiation has uh, thermal effect uh, elements of S block are located in طبعاً the left side of the periodic table uh, and they are arranged in two groups which are طبعاً uh, 1A و 2A Uh, the valency of group 7A element is طبعا قلنا monovalent لان طبعا هم group 7A فكلهم ال outermost energy level عندهم بيبقى contain 7 electrons uh, so they tend to gain 1 electron during the chemical reaction or يعني share with 1 electron يا يعني اما gain 1 electron or share with 1 uh, electron وبالتالي هيبقى ال valency بتاعهم monovalent uh, bromine exists in طبعا a liquid state while iodine exists in a solid state. Choose out the odd symbol or word uh, Na2O, mgO, co2, CaO طيب ناخد بالنا كده ان كل دول كده metal oxide ما عدا CO2 يبقى احنا كده هنخرج CO2 لان طبعا كلهم ميتال اوكسايدز لكن السي co 2 ده نان ميتال اوكسايد وعارفين طبعا الفرق الشاسع اللي بينهم ان الميتاليك اوكسايد او ان الميتال اوكسايد ديزولفينج اون ووتر فورمينج الكالين سوليوشن ويتش تيرن ذا كلر اوف ليتماس بيبر انتو بلو لكن طبعا السي co 2 ده اسيدك اوكسايد ده لما هيدوب في الميه وين ات ديزولف ان ووتر فورمينج اسيدك سوليوشن Uh, which turns the color of litmus paper into red uh, هنا طبعاً برضو هنختار الكربون هنخرج الكربون لأن الكربون ده الوحيد اللي صليد uh, لكن الباقي دول كمان في حاجة بتربطهم مع بعض إن هما الألمنت uh, بتاعت الهالوجين جروب uh, اللي هي جروب 7A uh, cast, mold, uh, fossil record, petrified fossil طبعاً هنخرج fossil record لأن الباقي بقى من the types of fossils نيتروجين اوكسايدز ووتر فيبر فيريون هالونز طبعا هنخرج ووتر فيبر لان الووتر فيبر ده من الجرين هاوس جازز لكن الباقي دول من الجازز او او جازز كوزز ذا بوليوشن اوف ذا اوزون لاير او من البوليوتنت بتاعت الاوزون لير اوزون لاير Uh, what happens when harmful cosmic radiation uh, collides with uh, ionosphere? Taban uh, uh, they will uh, be scattered uh, away from the uh, Earth uh, by the effect of uh, Van Allen belts. Uh, causing the occurrence of uh, aurora phenomena. طبعا uh, هيتم تشتيتات, uh, تشتيتهم بعيدا خارج الأرض. Uh, بواسطة طبعا uh, حزامي فان ألين uh, مما سيؤدي إلى حدوث uh, ظاهرة الشفق القطبي اللي هي الأورورا فينومينا Uh, burning a magnesium uh, strip inside a test tube that contains oxygen. Uh, طبعاً the uh, magnesium uh, strip burning with uh, a bright light, uh, then forming uh, a white powder of magnesium oxide. طبعاً المغنيسيم هيتحد مع الأكسجين وهيكون مغنيسيم أكسيد وطبعاً عارفين من سنة ستة إن المغنيسيم أكسيد ده بيبقى white powder. Uh, complete the following sentences. Uh, elements of group 7A are called طبعا قلنا halogens uh, and they have a valency equals طبعا 1 الvalency بتاعهم بيبقى equal 1 ويعني معناها monovalent monovalent هي هي ان الvalency بتاعها equal 1 عايزين برضو نكتب monovalent برضو ان شاء الله تمشي في الامتحان if uh, F block consists of two series which are called طبعا lanthanides and actinides Uh, thickness of ozone layer is قد ايه دوبسون وقد ايه مليمتر طبعا احنا قلنا 300 دوبسون و3 مليمتر mm. هي تفرق كده بالدرجات دي اه طبعا ما احنا قلنا 300 دوبسون دي درجة الاوزون الطبيعية طبعا وقلنا بقى 3 مليمتر mm لان هو فرض بقى لو طبقة الاوزون دي عند مستوى سطح البحر وبتتعرض للضغط الجوي عند سطح البحر ودرجة الحرارة عن سطح البحر عند سطح البحر طبعا كان سمكها هيقل كان سمك طبقه الاوزون احنا عارفين طبعا ان هي اه اه اكستندد يعني فروم 20 تو 40 كيلومتر فبالتالي الثيكنس بتاعها 20 كيلومتر لو كانت بقى عند مستوى سطح البحر كان اه كان الثيكنس بتاعها هيبقى 3 ملم يبقى طبعا الثيكنس اوف اوزون لاير از 300 دوبسون اور 3 ملم

Give reasons for each of the following the troposphere organizes the temperature of the earth طيب ناخد بالنا من السؤال ده طبعا قلنا ليه التروبوسفير هي اللي بتنظم درجة حرارة كوكب الأرض قلنا because it contains 99% of water vapor لأن فيها 99% من الووتر vapor

Uh, in each group of the modern periodic table the elements are similar uh, in their chemical properties في كل مجموعة في الجدول الدوري uh, الـ elements بيبقوا متشابهين في الـ chemical properties في الخصائص الكيميائية طبعاً قلنا because they are similar uh, in the number of electrons in the outermost energy level لأن هما بيكونوا متشابهين في عدد الإلكترونات اللي في المستوى الأخير كان uh, can you ذا the following إن طبعا لازم هنوزع ادي الصوديوم هنوزع بقى ادي كده طبعا عارفين ان هو هيبقى K و L و M طبعا هيبقى 2 آه طبعا عندنا 3 انرجي ليفلز فبالتالي هيبقى بيريود 3 والاوتر موست انرجي ليفل هيبقى فيه 1 الكترون فبالتالي هيبقى جروب 1 اي اور 1 هيبقى بيريود 3 جروب 1 اي اور 1 طبعا الهيليوم بقى ده 2 ناخد بالنا ده من التركات يعني البسيطه يعني آه فطبعا آه هو في آه الاتوميك نمبر بتاعه 2 فيبقى فيه 2 الكترونز فال2 الكترونز هيكونوا بيدوروا في المستوى كي والمستوى كي ده طبعا بيبقى كومبليتلي فيلد وذ 2 الكترونز طيب اول حاجه كده احنا عندنا انرجي ليفل واحد بس اللي هو كي فيبقى بيريود 1 وجروب ما حدش بقى يقول 2 a or 2 لا الجروب هو ده كده كومبليتلي فيلد وذ الكترونز وعارفين طبعا ان الهيليوم ده من الانرت تجاز فبالتالي هيبقى في الزيرو جروب او جروب 18 بوت ترو اور فولس ان فرونت اوف ذا فولينج The infrared rays has a chemical effect. طبعا فولس احنا خدنا ان الانفرا ريد ريز عندها ثيرمال افكت لكن ممكن بقى نصحح انفرا ريد ونخليها الترا فايلت لان الالترا فايلت هي اللي ليها كيميكال افكت ووتر ديكومبوزز باي الكتروليسز انتو اكسجين اند هيدروجين الماء بينحل كهربيا او بالتحليل الكهربي لاكسجين وهيدروجين اه طبعا ترو اسيدك اوكسايد ستيرنز ليتماس بيبر انتو بلو طبعا فولس الاسيدك اوكسايد ستيرنز ليتماس بيبر انتو ريد يبقى فولس وهنصحح بلو نخليها ريد ذا فيرست in ان is از بلو ستون بروتكتوريت طبعا فولس كانت اول محميه في مصر كانت راس محمد يبقى هنشيل بلو ستون بروتيكتوريت وهنكتب راس محمد fossil record indicates that life is started on land then in sea هل السجل الحفري بيشير إلى أن الحياة بدأت الأول على الأرض ثم انتقلت إلى البحر طبعا force المفروض العكس uh, started uh, in C uh, then uh, established on the uh, land وبعد, وبعد كده uh, انتقلت الى اليابس يبقى طبعا force والمفروض هنبدل C مكان land و land مكان C. The uh, S block in the modern periodic table contains two groups. Uh, ال S block بيبقى فيه two groups اه طبعا true هما group 1A و group 2A. Write the use importance for each of the following. كوبالت uh, uh, 60 uh, طبعا قلنا uh, it is used in uh, food preservation uh, because uh, it emits uh, gamma rays uh, which uh, prevent the uh, reproduction of microbial cell uh, without an effect on uh, human. Uh, Altimeter طبعا قلنا it is used uh, to, uh, to determine the uh, elevation of navigation uh, based on atmospheric uh, pressure. ااا uh, و طبعاً used by uh, aerobl- uh, by pilots يعني in uh, aeroblanes. Uh, Van Allen belts طبعاً لسه uh, ااا قايلينها من شوية: uh, it plays an important role in scattering the uh, harmful cosmic uh, radiation uh, away from the uh, Earth causing the occurrence of aurora phenomenon. Uh, if you know that the volume of the gas that evolves at the anode طبعا برضو قلنا على طول اللي evolves at the anode هيبقى ال O2 الأكسجين uh, during water electrolysis is uh, 30 cubic centimeter يبقى الفوليوم بتاع الأكسجين يبقى 30 cubic centimeter calculate the volume of the gas that evolved at the cathode, uh, اللي evolves at the cathode هيبقى طبعا الهيدروجين وإحنا عارفين طبعا إن الهيدروجين بيبقى آه دبل الاكسجين لان طبعا ببساطه احنا عارفين ان الماء اتش 2 او فاحنا عندنا 2 هيدروجين 1 اكسجين فبالتالي الهيدروجين هيبقى دبل الاكسجين آه فطبعا آه هو عايز بقى الفوليوم اوف ذا جاز ذات ايفولفز ات ذا كاسيد اللي هو الهيدروجين هيبقى 2 تايمز الفوليوم اللي هو بتاع الاكسجين فيبقى 2 تايمز 30 هيبقى ايكوال 60 كوبك سنتيمتر اند رايت ذا نيم اوف ذا تو جاز واكتب اسم الغازين طبعا قلنا اللي على الانود ده اكسجين واللي على الكاثود هيدروجين uh, رايت uh, right scientific تيرم اليمنت ذات هاف بروبرتس اوف metals اند نون ميتالز طبعا قلنا دي اسمها ميتالويدز او السيمي ميتالز Uh, ability of the atom to attract the elements of the covalent bond towards itself uh, قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة التساهمية نحوها يعني باتجاهها طبعا دي قلنا اسمها الكترونيجاتيفتي يعني السالبية الكهربية. Uh, weak electrostatic attraction that arises between molecules of water uh, تجاذب uh, كهروستاتيكي ضعيف ينشأ ما بين جزيئات الماء طبعا قلنا ده الهيدروجين بوند. Uh, continuous increase in the Earth's temperature uh, التزايد او الارتفاع المستمر في درجة حرارة كوكب الأرض طبعا دي واخدينها من سنة ستة اسمها global warming uh, phenomenon يعني الاحترار العالمي. Uh, dying out of all members of certain species طبعا قلنا ده الاكستنكشن يعني الانقراض. Uh, the scientist who discovered the main energy levels طبعا قلنا بور العالم بور هو اللي اكتشف المين انرجي ليفلز اللي هم uh, العدد بتاعهم 7 اللي هم كي ال ام ان او بي كي ال ام ان او بي كيو كومبليت ذا فولوينج ايكويشنز سي او 2 بلس اتش 2 او طبعا هيدينا اتش 2 سي او 3 2H2O uh, uh, لما يحصل بقى الالكتروليزيز ناخد بالنا احنا كنا لسه هنا قايلين طبعا لازم تبقى 2H2O لان هيدينا 2H2 uh, O2 وقلنا طبعا ان الهيدروجين هيبقى الفوليوم بتاعه اهو ادي 2 اللي قدام دي uh, عشان كده الفوليوم بتاع الهيدروجين هيبقى دبل الفوليوم اوف اكسجين Br2 2KCl ناخد بالنا بقى البي ار 2 طبعا في ولاد هيجوا على طول هيعملوا 2 كي بي ار بلس سي ال عشان البي ار ده هيخش يحل محل السي ال لا ناخد بالنا لما تيجي المعادله اللي هي بتاعت الهالوجينز دي هنفتكر بقى على طول ان هو كان الفلورين اول واحد فوق بعدين الكلورين ودول اللي هم كانوا جازز بعد طبعا اف 2 سي ال 2 بي ار 2 وبعدين اخر واحد الايودين اللي هو اي 2 آه كل اللي فوق ده انشط من من اللي تحت فالفلورين يقدر يحل محل الكلورين والكلورين يقدر يحل محل البرومين لكن العكس ما ينفعش يحصل يعني البرومين ما ينفعش يحل محل الكلورين طيب يبقى ادي كده البرومين اهو ما ينفعش يخش يقعد مكان الكلورين وبالتالي طبعا هيبقى نو رياكشن اوكور او نو رياكشن تيك place كروس اوت ذا اود يبقى ناخد بالنا يا هنا نو no رياكشن كروس اوت ذا اود 1 طبعا اف 2 بي 2 سي 2 ان اي طبعا هنخرج ان اي لان الباقي دول الهالوجينز اللي هم الاليمنتس اوف جروب 7 a اس بلوك بي بلوك دي بلوك ام بلوك طبعا هنخرج ام بلوك لان مفيش حاجه اسمها ام بلوك اصلا احنا خدنا uh, ان دول بقى البلوكس اوف ذا مودرن بريدك تيبل ميتال اوكسايدز ار كول طبعا قلنا بيزك اوكسايدز الميتال اوكسايدز يعني الاكاسيد الفلزيه قلنا بيبقى اسمها بيزك يعني الاكاسيد القاعدة ترانزيشن uh, elements ستارت تو ان period نمبر ناخد بالنا بقى ده السؤال اول مره ده يقابلنا واحنا بنراجع ان العناصر الانتقاليه بتبدا في الظهور طبعا من بيريود من بيريود 4 وقلنا طبعا ان الترانزيشن اليمنت دي اللي موجودين في الدي بلوك يبقى الدي بلوك كونتين ذا ترانزيشن elements اللي ستارت تو ابير ان بيريود 4 وطبعا بياخدوا ليتر بي The region between ميزوسفير mesosphere and the thermosphere is called المنطقة اللي ما بين الميزوسفير والثيرموسفير قلنا هيبقى هتبقى السقف بتاع الميزوسفير وبالتالي هيبقى اسمها ميزوبوز. Uh, a type of ultraviolet rays that is absorbed completely يعني 100% in ozone layer. ناخد بالنا من السؤال ده عشان في ولاد كتير بتتلخبط فيه، هو بيقول نوع من الإشعاعات الفوق بنفسجية اللي بتمتص بالكامل، بتمتص بنسبة 100% في المية في الأوزون لاير طبعًا الفار، الفار طبعًا بتمتص بالكامل وما بتعديش خالص، يبقى طبعًا الفار يو في أو الفار ultraviolet. Uh, all the following are uh, endangered species except كل دول من الانواع المهدده بالانقراض طبعا ما عدا الكواجا آه, لان دي طبعا آه, انقرضت يعني بقت من آه, الاكستنكت سبيشيز space is from noble gases آه, طبعا قلنا النيون النيون ده من النوبل جازز من الغازات النبيله Uh, give an example uh, for each of the following uh, extinct animal uh, طبعا uh, ده ممكن نقول ديناصور ماموث كواجا ماشي greenhouse gas طبعا CO2 uh, water vapor uh, methane uh, uh, ferions uh, nitrous oxides uh, cast fossil طبعا قلنا uh, cast of fish or uh, cast of furnace Compare between biological pollution and chemical pollution of water regarding harms. يعني بالنسبة للأضرار. طبعا قلنا ال biological pollution اللي هو التلوث ال البي... البيولوجي للماء. طبعا قلنا it causes the infection with many diseases such as bilharzia, typhoid, and hepatitis. Uh, طبعا الكيميكال بوليوشن بقى قلنا انكريز كوز ذا انكريزنج اوف ذا كونسنتريشن اوف سام اليمنتس ان ووتر ساتش از طبعا انكريزنج ذا ذا كونسنتريشن اوف Uh, lead uh, causes أوف uh, the death of brain cell uh, increasing the concentration of mercury, طبعا ده كوز بلايندنس طبعا آرسنك ده كوز ليفر liver cancer. Uh, choose the correct answer: uh, Mendeleev arranged elements in an ascending order according to their uh, atomic weight uh, while Mosley arranged the elements in an ascending order according to their atomic number. يبقى هنختار B عشان دي ال atomic weight في ال space الأولى ال atomic number في ال space التانية.